السلام عليكم جميعا، معاكم أحمد أبو بكر طالب طيران. في فيديو اليوم راح أتكلم عن الشروط الرئيسية اللي بتحتاجها عشان تكون مؤهل لدراسة الطيران، بالإضافة إلى الطرق اللي من خلالها بإمكانك تبدأ دراسة الطيران. فلذلك بتمنى منكم إنكم تجلسوا بمقاعدكم، تربطوا حزام الأمان وتستمتعوا بباقي الفيديو. فلنفرض حاليا انك انت في بالك دراسة الطيران، واكيد البعض بيتساءل ايش هو المطلوب منهم. ببساطة لازم تنطبق عليك بضع الشروط ومعظمها بسيط وسهل جدا. بداية مع الشرط الاول واللي هو العمر، لازم يكون عمرك 17 سنة او اكثر من دون وجود اي حد اعلى للعمر، ولكن لازم تاخذ بعين الاعتبار انه لازم يكون عمرك وصل ل 18 سنة قبل بداية التدريب العملي. الشرط الثاني وهو انك تجتاز الفحص الطبي المسمى بالميديكال كلاس، يلي راح نحكي عنه في التفصيل في فيديو اخر. بالعاده هذا الفحص بتعمله في الدوله اللي راح تكون فيها دراستك، لانه كل دوله لها شروط معينه لهذا الفحص. الشرط الثالث هو انك تكون حاصل على شهاده ثانويه على الاقل بغض النظر عن نوع الشهاده، يعني حتى لو كانت شهادتك ادبي بامكانك تدرس لرخصة الطيران، بشرط انك تكون ملم في اساسيات الرياضيات والفيزياء. فلذلك بالعادة كليات الطيران بتقوم بعمل اختبارات قبول لجميع المتقدمين إلها، وبناء على نتيجتك بيتم قبولك أو رفضك. حاليا بعض شركات الطيران العالمية بتطلب من الطيارين أنهم يكونوا حائزين على شهادة جامعية بغض النظر عن التخصص، ولكن البعض يفضل أنها تكون في تخصص هندسي أو في تخصص علمي. فلذلك بعض الكليات والجامعات بشكل أخص بتقوم بتوفير برامج دراسية بتضمن لك حصول على شهادة في علوم الطيران أو هندسة الطيران بالإضافة لرخص الطيران. هذا البرنامج يعتبر هو الأفضل، ولكن بيأخذ زمن طويل لإتمامه بالإضافة لارتفاع تكلفته بشكل كبير جدا. لا شك أن اللغة الإنجليزية تعتبر من الشروط الرئيسية اللي لازم تأخذها بعين الاعتبار، لأن اللغة الرسمية في عالم الطيران هي الإنجليزية، وإنت كطيار كل محادثاتك مع المراقب الجوي وزملائك بتكون في اللغة الإنجليزية. فلذلك بيخضعوك لاختبار للغتك الإنجليزية قبل دخول لكلية الطيران. فعليا مستوى لغتك الإنجليزية مش بالضرورة يكون ممتاز، ولكن أقل شيء مقبول هو أن يكون مستواها متوسط، بس يفضل أنك تتقن اللغة بشكل كامل عشان تقوم بالتسهيل عليك أثناء فترة الدراسة وأثناء فترة العمل في المستقبل. في بعض الكليات بتطلب من المتقدمين بأنهم يكونوا حاصلين على اختبار التوفل أو الآيلتس بمستوى معين، ومع ذلك بيخضعوك لاختبارات للغة قبل القبول لأهمية الموضوع. فبالتالي في عدم نجاحك فيها بيقوموا بإضافة كورس للغة الإنجليزية تقريبا مدته لا تتجاوز 6 أشهر. وبتمنى منكم أن تأخذوا اللغة الإنجليزية بعين الاعتبار وتبدأوا من الآن بتدرب وتحسينها. هذه هي الشروط الرئيسية اللي معظم الجهات التدريسية لرخص الطيران بتأخذها بعين الاعتبار، علما بأنه من الممكن بعض الكليات يضيفوا بعض الشروط الإضافية، فلذلك يفضل أن تراسل الكلية قبل التقديم وفهم جميع شروطهم. طيب، فلنفرض أنه جميع الشروط اللي ذكرناها متوفرة فيك، بس مش عارف إيش هي الطريقة اللي بتمكنك من بداية دراسة الطيران. فعشان هيك راح أذكر لكم إحدى أكثر الطرق الشائعة حاليا اللي من خلالها بإمكانك الوصول لدراسة الطيران. طبعا راح ارتبهم من الافضل الى الاقل افضلية بناء على رأيي، وممكن البعض يخالفني بالرأي، ولكن النقطة الجوهرية انه نذكر هاي الطرق بمحاسنها ومساوئها. الطريقة الاولى واللي هي تعتبر الافضل بالنسبة لي هي الحصول على المنحة او الابتعاث. طبعا في بعض الدول بتقوم بطرح ما يسمى بالابتعاث، واللي من خلاله بتدرس على حساب الدولة اما بشكل كلي او جزئي، بالاضافة لبعض الدول اللي بتوفر راتب شهري لتغطية مصاريف المعيشية أثناء فترة الدراسة اللي بتكون بالعادة خارج دولتك. طيب، بعض الدول ما بتوفر مثل هيك فرص، فهل يعني أنه راحت عليك؟ لا طبعا، في بعض الجمعيات والمؤسسات العالمية بتطرح منح بنفس الشكل لكل شخص مهتم بدراسة الطيران في أنحاء العالم، وبيتم التنافس ما بين الجميع بشكل عادل. هسا بالعادة بعد ما تنتهي من دراستك بيكون في شرط، واللي هو بيلزمك بعدد من السنوات الخدمة في بلد أو شركة معينة على حسب شروط المنحة. الشيء الجميل في هاي الطريقة انه انت وفرت تكلفة دراسة الطيران واللي تعتبر مكلفة جدا للمعظم، بالاضافة لضمان حصولك على وظيفة بعد تخرجك بفترة قصيرة جدا في معظم الاحيان. جميع الدراسات بتشير الى ان السوق العالمي في المستقبل القريب رح يفتقر لعدد الطيارين،
بمعنى آخر أنه راح يكون في نقص كبير في عدد الطيارين. عشان هيك الكثير من الشركات العالمية اللي عندها أسطول كبير من الطائرات وطلبيات اللي كبيرة استحدثت برنامج يسمى بالكادت بايلوت بروجرام، واللي هو يعتبر الطريقة الثانية اللي بتخولك لدراسة الطيران. طبعا الشركات بتتوجه لأسلوبين في هذا البرنامج، إما أنه بتغطي جميع تكاليف دراستك ومن ثم ضمان الوظيفة لك، أو أنه بتدرس على حسابك الشخصي ولكن بإشراف من شركة الطيران لضمان تحقيق معايير التدريب المطلوبة من قبلهم، ومن بعد ما تتخرج بيوفروا لك الوظيفة عندهم. طبعا الشيء الممتاز فيها أنه راح تتوظف في شركة الطيران بشكل فوري، إضافة لتوفير التايب ريتنج وهو تدريب خاص على الطرز اللي بتستخدمها شركة الطيران مثل الإيرباص والبوينغ. طبعا ما راح اعتبرها سيئة، ولكن راح يلزموك بانك تستمر بالعمل عندهم لفترة محددة من الزمن، وبعدها بامكانك ان تتركهم وتروح على شركة اخرى. هل هيك خلصنا؟ بالتأكيد لا. نيجي للطريقة رقم 3، واللي هي تعتبر ممتازة للمقتدرين ماديا، بحيث يتكفل الشخص بتكاليف الدراسة بشكل كامل. والشيء الجيد فيها انه لك الحرية الاختيار الكاملة من نوع الرخص اللي حاب تاخذها، نوع البرنامج الدراسي انتجريتد او موديولر، وراح نحكي عنهم في فيديوهات اخرى، والكلية اللي بدك تدرس فيها. فعندك الحرية التامة بتحديد كل شيء. طبعا السيئة في هاي الطريقة هو المبلغ الهائل اللي راح تدفعه لتدريبك، بالاضافة لعدم ضمان الوظيفة بعد التخرج، واللي بيقع فيها الكثير من الناس وبصيبهم نوع من الاحباط. لكن هناك طرق للخروج منها وراح اذكرها ان شاء الله في المستقبل في فيديو تاني. ختاما نيجي للطريقة الأخيرة، واللي هي تلتحق بالسلاح الجوي العسكري لدولتك، واللي راح يقوم بتدريبك بشكل كامل كطيار حربي، وبعد ذلك بإمكانك التقاعد المبكر من سلاح الجو إن أمكن، وتحويل رخصك لرخص المدنية، ومن بعدها تبدأ كطيار مدني. الميزة في هاي الطريقة إنه خبرة الطيران العسكري تعتبر خبرة ممتازة، وكمان في بعض الشركات بتعطي أفضلية للطيارين العسكريين المتقاعدين بسبب خبرتهم اللي ما بيشك فيها أي شخصين. بس هذا كله بيجي على حساب الوقت، بحيث يتم إلزامك بتقديم خدمة عسكرية في بعض الأحيان تصل ل 15 سنة. فمن بعد هاي الفترة بدك تحول رخصك لرخص مدنية، وطبعا هذا كله بيكون على حسابك. بتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، وإذا عجبكم وحابين تشوفوا المزيد من الفيديوهات ما عليكم إلا أنكم تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وكمان تابعوني على حسابات السوشيال ميديا لمعرفة آخر التطورات، وبالإضافة اكتبوا لي تحت في التعليقات إيش حابين يكون موضوع الفيديو القادم. إلى أن نلتقي فيكم في فيديو جديد، يعطيكم العافية على المشاهدة والسلام عليكم.